واللي انا مريت بيه الفترة اللي فاتت وانتوا ما شفتوهوش ما عشتوش معايا. فقررت ان انا احكي لكم انا كام الفترة اللي فاتت مريت بايه. اول 3 شهور من الحمل تقريبا هم بيبقوا من اصعب 3 شهور، ودايما معروف ان اول 3 شهور واخر 3 شهور هم اصعب شهور الحمل واخطرهم. انا اول 3 شهور من الحمل ما كنتش بقدر اقعد شوية، كنت دايما ضغطي واطي زيادة عن اللزوم، فكنت اكتر الوقت ببقى نايمة. ما كنتش بعمل، كنت يعني اقل مجهود لو مشيت شوية كنت بتعب. الموضوع عندي ما كانش مستقر لدرجة ان انا حصل لي حاجة اسمها اجهاد منذر في بداية شهور الحمل. ده في عز ما انا بنزل لكم صور انا بضحك وبهزر وجميلة ومفيش عندي مشاكل. عديت في عز ما انا بعدي الفترة دي وصعوبتها، جالي نزلة شعبية حادة. طبعا النزلة الشعبية الحادة دي درجة حرارتي كانت بتوصل 39-40، يعني ربنا ما يوريها لحد. تعبت، رحت مستشفى، قعدت كمان 10 أيام أو أكتر عند والدتي نايمة تماما. مش كل الأدوية ينفع أخدها علشان خطر على البيبي، وكنت بحاول بقدر الإمكان إن أنا أتعافى وأبقى كويسة، وبرضو محدش خد باله ما يعرفش أنا في أي. عديت الوعكة الصحية دي بخير الحمد لله وتخطيتها يعني. وبعدين فضلت تعبانة شوية، وفضل الحمل طبعا عندي غير مستقر شويتين لحد ما عدوا أول 3 شهور. وبعدين بدأت أفوق بقى، يعني بدأت أتحرك، أمارس حياتي الطبيعية، أنزل أروح أجي بداية من الشهر الخامس، ما نقول من آخر الرابع أو بداية الخامس. في الفترة اللي أنا بدأت أعيش حياتي فيها كبني أدم طبيعية إلى حد ما، يعني عايز أقول لكم على حاجة مهمة. أهم حاجة للست الحامل صحتها النفسية. مش محتاجة أقول لكم حاجة، يعني أكيد كلكم عارفين، حدث ولا حرج. أنا الفترة دي بتعدي عليا ازاي، وبرضو ما حدش وما زلت لسه مكملة رحلة الشقاء والعناء، ومستنية دخولي على 3 شهور الأخرى. وبدعي إن شاء الله ربنا يعديهم بخير، وأهلي جنبي وفي ظهري وبيسندوني وبيحاولوا يدعموني نفسيا، إن هم طبعا وصحابي والناس اللي حواليا. اللي عايزة أقوله، ما تحكموش على حياة الناس من بره. أنا بكلمكم وأنا حاطة فلتر عشان مش قادرة أقوم أعمل ميك اب وأطلع لكم بالشكل اللي لازم تشوفوني بيه دايما. إحنا ما بنطلع لكوش كل حاجة في حياتنا، حاطة فلتر عشان مش قادرة أقوم أعمل ميك اب وأطلع لكم بالشكل اللي لازم تشوفوني بيه دايما. احنا ما بنطلع لكوش كل حاجة في حياتنا، في حاجات كتير قوي 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 مش كويسة احنا بنمر بيها في حياتنا. وصدقوني فكرة انك طول الوقت تفضل متماسك وقوي واللي بيضحك وبيهزر وجميل وحياته وردية، مفيش حد حياته في الدنيا دي وردية. لما تبصوا في حياة حد أو اتمنوا حياته على بعضها، لأن صدقوني مش مفيش حد حياته سليمة 100% خالص. فكل حد فينا زي ما في حياته حاجات إيجابية، في حياته حاجات سلبية، حاجات صعبة حد أنا استحملها الغيري ما يقدرش يستحملها، أنت تستحملها أنا ما أقدرش استحملها. فقولوا الحمد لله دايما دايما، قولوا الحمد لله. بس ده هدفي من الحكايات الكتير اللي انا حكيتها دي.